ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا حديث في الأوساط القصروية سوى عن إغراق المدينة بعشرات المتشردين والمختلين عقليا، إذ عمدت حافلة للنقل الوطني خلال الأيام الماضية على إفراغ دفعات من الحالة الاجتماعية سالفة الذكر نواحي المدينة، وأثارت الواقعة فزعا لدى الساكنة وفجر نقاشا واسعا من طرف الفعاليات المنتخبة والجمعوية والنقابات والسياسية بالمدينة، التي عبرت عن غضبها الشديد من الاستهداف المتعمد لمدينة القصر الكبير عن طريق إفراغ أفواج من هذه الفئات الاجتماعية. واستنكر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف، في حين ناشد كاتب المجلس الجماعي رشيد الصبار في تدوينة على حائطه بالفيسبوك كل من يهمه الأمر من رئيس المجلس الجماعي وبرلماني الإقليم وعامل عمالة العرائش إلى جانب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بفتح تحقيق وتحريك مسطرة كل واحد من موقعه من أجل الأمن الصحي للساكنة وتحميل المسؤولية لكل من سمح وتهاون وساعد وشارك في إغراق المدينة بمجموعة من المتشردين والمرضى النفسانيين الليلة ما قبل البارحة. وأضاف الصبار: نحن في دولة المؤسسات ودولة المسؤوليات والحقوق والواجبات، أظن أن مداخل المدينة محروسة ومطوقة ومعزولة بقرار عاملي بمعنى الداخل والخارج معروف ومسجل. وأوضح مدينة القصر الكبير وعلى غير عادتها، حيث تحولت فضاءاتها العمومية وشوارعها المضيئة إلى موطن للعديد من الأشخاص في وضعية مرضية نفسية جد متقدمة، يتنقلون في كل الاتجاهات غير مدركين بالمخاطر التي تنتظرهم أو التي قد يتسببون فيها للمواطنين الراجلين منهم أو الراكبين، إذ أصبحت هذه الفئة التي في وضعية مرضية حادة تؤتت أبواب المؤسسات العمومية والمقاهي وبعض منازل المواطنين التي تتخذها كأمكنة مفضلة لديهم لقضاء لياليهم الحالكة في مشهد اجتماعي درامي يسائل كل المسؤولين ولا سيما الوزارات المعنية. باش تفهم، شوف أنا باش تفهم واحد القضية، أنا الخير اللي عندي فيك دابا حاليا انا ما نقدرش نهزك بزاف د الحوايج. اسمعني اش كنقول لك مزيان، لا تجرا اي انا الا هز انا افهمني، انا نزيد معاك في الطوموبيله، انا ما نقدرش نوصل لك عاود افهمني شكون هادو اللي دار هادي ماشي البوليس، ما يهزكش البوليس، ما يقدروش يدير لك هكا، لا لا ماشي مغنان ماشي مغنى البوليس ما يهزوكش، لا بوليس ما يهزوكش. انت منين فين جيت؟ شحال بيكم نتوما؟ جينا بزاف، ثلاثة بيكم دابا بلي ثلاثة كيوصلوا كيخرجوا. شحال مدينة السعودية نزلوا الناس؟ الطريق بزاف ماشي مدينة، دابا انت واش كتشرب شي دواء؟ حنا دابا انا ما نقدرش، شحال الجراحي الله يرضي عليك ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش بلاتي نولي عند صحابك، انا نولي عندك بلاتي. لا لا راه مشكل هذه في المدينه، مشكل كبير. جا واحد الناس سيبوا الناس ساكن هنا يسمحوا فيهم ومشاو المحطه. شنو المحطه؟ مزيان. شحال بكم كنتو؟ شي 40 حوك. ايوا جاو سيبوكم هنا، شحال سيبوكم هنا؟ شحال من واحد سيبو هنا؟ واحد معانا. فين هو الاخر اللي كان معكم؟ هكا وصافي شدوكم سيبوكم. بوراق كيتقوم بوراق يا صافي. دابا الحل هو يسيبوكم في الشارع في مصاصة الليل، عندهم ورقة لا تلقوك يا. ولكن شحال بكم كنتو في الكار نتوما؟ كنا في ايوا جاو حطوكم هنا. ايوا شنو دابا في غادي دابا؟ هاكا نجي نشري فاشي، انا ما عنديش شي قراش ندير لك حتى شي حاجه دابا من هنا الصباح، الا جلستو في شي بلاصه نقدر نشوفكم شي فندق ولا هادي. هادشي اللي كاين اخوان نتوما كتشوفوا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.